بنرجع تاني لمحليا من الاخبار المهمه امبارح الاعلان عن كشف اثري جديد في الاقصر وتحديدا باعمال حفائر معبد الاقصر. اهميه الكشف بترجع لان الاثار اللي عثر عليها مش بس فرعونيه، لا في كمان منزل روماني وبذور قمح وعدس. لمعرفه التفاصيل اكتر معانا الدكتور محمد عبد البديع رئيس الاداره المركزيه لاثار مصر العليا. صباح الخير، منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الفل يا فندم، صباح الفل، وكل سنة وحضرتك طيبة بمناسبة الإسراء والمعراج، وأدعو الله عز وجل أن يحمي مصر تحت القيادة الحكيمة من التقلبات الموجودة في العالم كله، وإن شاء الله يعني نعبر هذه الفترة الصعبة بإذن الله، اللي مش بتأثر في دلوقتي أي أزمة بتأثر في مش في البلد بس اللي بتكون فيها الأزمة، العالم كله أكيد، العالم كله يعني. بنتمنى لحضرتك طبعا يعني كل سنة حضرتك طيب والمشاهدين جميعا بألف خير. خلينا نتكلم طبعا في البداية عن أبرز محتويات الكشف يا فندم، احكي لنا عنه أكتر. طبعا المكان ده كان لو الناس تفتكر شوية، لو نرجع شوية لفترة لورا حوالي 6 شهور، كان في منزل تقريبا قايل للسقوط، هو منزل توفيق باشا اندراوس، وده كان من القرن الماضي. المنزل طبعا أزيل، وعملنا حفاير أسفل هذا المنزل. طبعا تم الكشف على حاجات يعني يعتبر مباني من العصر الحديث، من العصر العثماني، ثم بعد كده وصلنا إلى العصر الروماني المتأخر اللي هو في الفترة القبطية، ثم دلوقتي وصلنا للعصر، في كمان بعض الاثار من العصر الفرعوني. احنا 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 طبعا التاريخ او الطبقات الاثريه بتبقى ترتيبها من الاحدث الى الاقدم، ف يمكن ده ثاني مره او ثالث مره نعلن فيه الكشف عن بعض الاثار او مجموعه من اللقى الاثريه اللي موجوده في هذا المكان. المكان طبعا بيقع تحديدا الى الشمال الغربي من معبد الاقصر، داخل السور اللي موجود حول معبد الاقصر خلف الكباش مباشره. تم الكشف على مباني من الطوب اللبن ترجع الى العصر الروماني، وتم الكشف ايضا على بقاء على اجزاء او مجموعه كبيره جدا من الاواني الفخاريه اللي هي المتعدده الاستخدام، وبعض الاحجار عليها بعض الكتابات من العصر الفرعوني والدوله الحديثه بالاخص يعني، وفترات معينه يعني حتى لحد العصر البطلمي برضو في بعض الاحجار عليها بعض النقوش من العصر البطلمي. الجديد بقى اللي احنا لقينا فيه اللوحه اللي هي من الدوله الحديثه، او من تحديدا يعني من اسره 18، ثم المائدة القرابين اللي هي بترجع إلى العصر الروماني، يعني آثار متعددة جدا داخل مباني من العصر الروماني، بعض الآثار معاد استخدامها في العصر الروماني، يعني هي أساسا فرعونية واستخدمت مرة أخرى في العصر الروماني. نعم. المكان ما زال إن شاء الله يعني بإذن الله هنستكمل فيه الحفاير، وإن شاء الله بإذن الله هيبقى فيه اكتشافات، لأن احنا كل ما بننزل للأعماق بيبقى بنرجع فيه لعصر بناء المعبد، معبد الأقصر وعصر الكباش، فهيبقى غني جدا بالآثار إن شاء الله. دكتور محمد، يعني بعد صباح الخير على حضرتك طبعا، بنحييكم على الاكتشاف الجديد، وفي الحقيقة الأقصر كل يوم بتبهرنا بكل ما هو جديد في أو من أثار مصر الفرعونية. لو بنتكلم على اللوحة الأثرية اللي حضرتك ذكرتها واللي تم اكتشافها، اللوحة دي بتجمع ما بين 2 من ملوك مصر، عاوزين نعرف يعني مين هم الملوك وتحديدا المختلف في هذه اللوحة. طبعا يا احمد دي اللوحه فيها يعني ملوك عمالقه، يعني احنا لو جينا مثلا اتكلمنا على الملك تحتمس الرابع والملك امنحتوب الثاني، الملك امنحتوب الثاني هو ابن اكبر او اعظم رجل عسكري انجبته الارض المصريه. نعم. اللي هو تحتمس الثالث، يعني يبقى امنحتوب الثاني هو من الاسره 18، طبعا هو ابن الملك العظيم اللي عمل امبراطوريه تمتد من العراق حتى تركيا حتى جنوب، يعتبر أجزاء كمان من أو معظم السودان كانت تحت الحكم المصري، أو كانت إمبراطورية مصرية مترامية الأطراف. هو الملك تحتمس الثالث أنجب أو الحتب الثاني اللي هو موجود في اللوحة، ومعاه حفيده اللي هو تحتمس الرابع. تحتمس الرابع هو أبو أمنحتب الثالث
وجد أخناتون، يعني فهو الملك اللي موجود تحتمس الرابع لو احنا شفناها نلاقي ان هو حفيد تحتمس الثالث اعظم العسكريين، وجد أخناتون الملك أخناتون طبعا المشهور اللي كل الناس تعرف يعني مين هو أخناتون. فاللوحة كونها تجمع بين ملكين حاجة مميزة جدا، يمكن من الحاجات النادرة. انا يمكن ما اظنش يمكن شفنا حاجات نادرة جدا يبقى فيها ملكين موجودين في لوحة واحدة. ربما يكون ده نوع من التبجيل قام به الملك تحتمس الرابع ان هو بيقدس ابوه اللي هو أمنحتب الثاني وبيبجله، كنوع من كان بيحصل في الحضاره المصريه او حتى في الحضارات المعاصره كان بيحصل برضو بعض التبجيل، لما حد بيموت ملك بيموت فبيجي ابنه بيقدسه وبيذكره في لوحه من اللوحات اللي موجوده كنوع من الدعاء ليه والتقديس يعني. لا. طب يعني قصه بقى العدس والقمح ايه؟ يعني هل ده شيء معتاد ان انتوا وانتوا بتقوموا باكتشاف يعني حاجه جديده بتلاقوا بذور، ولا دي حاجه جديده؟ احكي لنا القصه دي اكتر. لا هو طبعا اي مكان بنسميه سيتلمنت او مكان مستوطنه او مكان للمعيشه لازم هنلاقي فيه حاجه زي كده، يعني بنلاقي فيه حاجات نباتيه، بنلاقي فيه اطعمه، بنلاقي فيه حاجات محفوظه في الاواني، فده معتاد عليه ان احنا بنلاقي في الاماكن الخاصه بالسكن نلاقي فيها حاجات خاصه بالاكل طبعا واماكن التخزين وخلافه. المهم في هذا الكشف انه مش مجموعه بذور او غيره، لا احنا بنقدر نعرف يعني المصري القديم كان بياكل ايه، كان حتى الكميات اللي كان بياكلها ممكن نعرفها كمان من الرماد اللي موجود، من نعرف نوعيه الاكل ايه بالظبط، نعرف الراجل ده كان فقير او غني من برضه من نوعيه الاكل اللي بياكلها. فطبعا ده كله بيتم عليه دراسات، بيتعرف انواع البذور، ممكن يكون مثلا هي يعني انواع معينه من البذور اللي مش موجوده دلوقتي، او ممكن تكون هي مستخدمه دلوقتي، او حصل تطوير على بعض البذور. طبعا هي ممكن يكون قمح مثلا بس ما بقاش. هل لقيتوا يعني فرق يا فندم؟ نعم، هل لقيتوا فرق في انواع البذور؟ لا لسه طبعا احنا ما اقدرش اقول لك اي حاجه، كل ده بيبقى بيخضع للدراسه، لان في علماء دلوقتي في الاثار اساسا في علماء متخصصين في النباتات، يعني النباتات القديمه كمان مش اي نباتات، فلازم بياخدوا البذور وبيعمل عليها تحاليل ودراسات معينه يقدر يكتشف منها هل هو ده نفس النوع اللي موجود دلوقتي ولا النوع اللي موجود دلوقتي متطور شويه عنه وهكذا يعني. فبقى لازم بعد الدراسات نقدر نقول ايه الجديد اللي فيه او ايه المعلومه ونوعيه الاكل اللي كان بياكله المصري القديم في هذا المكان يعني. هي يا فندم. نعم، طيب دكتور يعني اخيرا عاوز اعرف استغرقتم قد ايه في هذا الكشف الاثري الجديد تحديدا، وهل تم الوصول لاماكن عرض هذه المقتنيات الفرعونيه القديمه؟ طبعا انا بقول لحضرتك انه المكان نفسه هو يعني دلوقتي اللي يروحه طبعا هيفهم، لازم الاول يكون فيه موجود المدير الموقع عشان يشرح له احنا بدانا ازاي واشتغلنا ازاي وده ايه والحيطه، لان هي طبعا مجموعه من تشكيلات الطوب اللبن المتشابكه اللي هي فوق بعضها اللي ده قطع ده، لانه كانوا تقريبا بيعيشوا على نفس المكان، فالبيت مثلا بيقع كان بيتبني بيت فوقيه او مخزن بيقع فبيتبني مخزن فوقيه وهكذا، ففي مجموعه من المباني المتشابكه اللي بعضها قطع بعضه او بعضها جاء فوق الثاني. احنا بدانا الحفاير من تقريبا شهر 9 اللي فات لغايه دلوقتي، طبعا كل كشف بيسلم الثاني، لانه حتى بعض الحيطان او بعض الجدران اللي اتلقت من شهر 9 احنا دلوقتي يعني يعتبر لما وصلنا لنهايتها وصلنا لهذه اللوحات وهذا، وفي طبعا بئر برضه موجود، فحد من بئر موجود محفور يمكن حديثا من اعمال اللصوص او اعمال السرقه. صحيح. لقينا فيه بعض الاواني الفخاريه، فده كله طبعا بيسلم كله، لانه يعني من حوالي بس احنا بدانا الحفاير من ست شهور تقريبا، واكتشفنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده راس تمثال برضه لتمثال لأسد جميلة جدا، وتم وضعها في المخازن عشان بتنضف وتترمم وتتقوى، وبعد كده هيبقى غالبا يعني هيتحط في متحف الأقصر إن شاء الله، هي إن شاء الله. وكل الآثار النادرة بيبقى فيه حاجة اسمها سيناريو العرض، بيبقى فيه مجموعة من وزارة السياحة والآثار أو المجلس على الآثار بتيجي تختار
بعض الآثار اللي هي النادرة الصالحة للعرض، لأنه طبعا العرض بيبقى كل متحف له سيناريو عرض معين، نعم. فلو في أي متحف يعني شايف إن ده يخدم السيناريو العرض بتاعه بيجي يختار هذه الآثار، بس طبعا بيبقى الأول لازم بنعمل عليها عملية ترميم وصيانة وتنظيف ودراسة، عشان لما نحط قطع الأثرية بيبقى جنبها بطاقة تعريف بنقول إن دي اتلقت في المكان الفلاني من العصر الفلاني. وده يمكن الجميل يا فندم إن احنا مش بس بنكتشف اكتشافات أثرية بس لعرضها في المتاحف للسياحة، لكن كمان حلو إن احنا نبقى عندنا وعي بإزاي كانوا أجدادنا عايشين في السابق في العصر الفرعوني، بياكلوا إزاي، بيشربوا إزاي، عايشين إزاي، كل حاجة عنهم. بنشكرك الدكتور محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا.